كل المشتركين يتنافسوا بتحدي ومهارة في تحديات ذا بيست شيف. لجنة التحكيم لها قرارات مختلفة، وكل الأطباق ممكن تعجبهم وممكن لا. قراراتهم أعجبت البعض، وقراراتهم كانت مستفزة أو مخيفة للبعض الآخر، لكن ما يصح إلا الصحيح في تحدياتنا ذا بيست شيف. خلونا تو نرحبوا بلجنة التحكيم. مرحبا شيفس. أهلا بيك. كيف الأجواء حتكون زعما اليوم؟ إن شاء الله تكون تكون أفضل، نتمنى. خلينا نحكوا على التحدي اللي فات شوية وطبق ستيك اللي ما كانش في المستوى من صحيح. المشتركين. صحيح مظبوط. كان في استياء كبير منكم، كان في خوف منهم، كان في توتر. شيف عبد القدوس، شو بتحكي لنا على الطبق ستيك؟ تحدي ستيك، لما أنا أعلنت إن تحدي ستيك انرسمت الابتسامة على وجوههم كلهم. فرحوا من الابتسامة والفرحة. أنا قلت تمام وهيعطونا شيء يعني هيدهلنا، لأن احنا واصلين لمرحلة في The Best Chef، مرحلة حساسة. ما توقعناش نحن كأعضاء لجنة التحكم ان احنا حنوصل لمرحلة ان احنا ننتقدوهم النقد اللي كان. يعني صدمة. سير تدبدو في مستوى المسابقين. صدمة. يعني هذا المستوى اللي تقدم في ستيك لو كان في بداية The Best Chef ممكن فيه ما فيه، لكن بعد كل هذه المراحل هيك يقدموا لنا شيء صدمة بجد يعني. فعلا صدمة، لأن هي مرحلة إقصاءات توا، يعني الغلطة بورطة. هم I think إن هم ارتاحوا على وضعهم. صح. نحن كنا ماشيين معهم بإن مش إن إحنا ما نجملوش، لكن ما كناش نعطوا النقد النقد. تمام، كنا نوعا ما رحيمين معهم شوية، لكن الأمانة ما عادش في رحمة، لأن بالطريقة هذه هم هيبدوا ديما يقدموا في مستوى أقل من المطلوب. للأمانة. خوف مشتركين كيف كان، اللي حتى إحنا مش حنطلع على إطار الخوف اللي هم فعلا كانوا دون المستوى اللي عودونا عليه. هل هو خوف؟ هل هو توتر؟ كل شيء متوفر من مكونات، من الأطباق بتاعهم، لكن شفنا مستوى غير العادة يعني. للأسف أنا مش هذه هي النتيجة اللي كنت نستنى فيها في نهائي The Best Chef للأسف، لأنه الأطباق اللي دخلوا بها في الأول كانت 5 star. ما كنتش أنا نتوقع أني نعطيهم حوايج سلبية لهذه الدرجة. اللي طيب لك اللحم مليح ناقص في الخضروات، اللي دار الخضروات مليح يكون داير لك 2 نشويات، اللي يكون مطيبه بزاف كاين اللي تحرقت منه الصوص، كانوا ملخبطين. صحيح. ما عرفتش علاش، ما فهمناش للاسف. شيف كاميليا، الخوف كان سيد الموقف وقراراتكم كانت صعبه عليهم. تتوقع ان الاطباق اللي كانت دون المستوى في نظركم عندهم كلجنه التحكيم، شو السبب اللي خلاهم هم يقدموا اطباق نزل يعودون عليها؟ المشكلة اللي كانت عند جميع المشتركين، وهذا الشيء لاحظته أنا والحكام، أنهم ما يسمعوش. يسمع حاجة ستيك، علي ندير ستيك، وما حطش راسه في النشويات، ما حطش راسه في الخضروات، انسى لا بريزونتاسيون. لما يأكد بزاف على البريزونتاسيون يكون ما عندوش المذاق. كان نقص في التركيز في تتبيع الخطوات، حتى انهم ستيك تاعهم ولا واحد هزوا حطوا في الفريزر، ما فيش فيلم. ممكن ما عدا شاف إيهاد. اكزاكتومون. كان الوحيد اللي يعني اللي استعمل لو بابي فيلم سي الشيف إيهاب، يعطيه الصحه من هذا المنبر نشكره انه استعمل، يعني حافظ علينا احنا، هما المستهلك الاول. حافظ على الاساسيات الطبق المطلوبه منكم انتم كلجنه التحكيم. صحيح مظبوط. انه اللحم هو الحاجه اللي تكون متكونه فيه لما يكون خارج الثلاجه هي البكتيريا. باتوجين تكون بكثرة في اللحم. بعض المشتركين طلبتوا منهم الطبق تاع ستيك لكن بعد شوية على أساسيات الطبق. توقع أن هذا التوتر منهم أو هم نقص في المكونات أو شو السبب؟ لا مش توتر، أنا كنت فهمتهم كانوا حابين يمدوا الأفضل. كان هم كل ما واحد يزيد مكون على الصحن تاعه كانت راح تروح منه حاجة، هو بالعكس أقعد في سامبل في الكلاس بالمقدار يقول لك الطبق تاعك يقول لك بارفي. مش حنعتمدوا شيف حلمي على الخوف والتوتر وعامل الوقت اللي ممكن زعلهم هلبة بقراراتكم، لكن في من وصف القرارات الحاسمة والقوية منكم أنتم، لأنكم أنتم لابد أنكم أنتم تعطوا قرار نهائي بكل حزم، لأن هذه مرحلة إقصاء. في من وصف بقراراتكم أنها طعنة خنزر. مش للدرجة هذه، لكن الرجة لازم منها في 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 وضعية كي من هذه، في منعرج نتاع النهائيات لازم الرج باش نوصلوا للنهائي في مثل الاطباق اللي حاجتنا بها، وبالتالي احنا الاعداد نعطيو فيها كما العاده، لكن الرج قدام المتباري لازم نعرفوه باخطائه. صح. بكل حده وبكل نقد،
باش يعرف أخطاءه باش ما يعاودش يعاودهاش. نمشوا للتحدي جديد ومجموعة جديدة في دبست شيف، أفضل شيف في المغرب العربي. شيفس تفضلوا. شيفس كيف حالكم؟ الحمد لله. ان شاء الله تكونوا بخير. مش باين عليكم الحماس هلا؟ واضح اننا خايفين متوترين. وصلنا لمرحله مهمه من ذا بيست شيف، ذا بيست اوف ذا بيست، هم فقط اللي هيكملوا معنا. شيفس، تحدي اليوم هو فرنسي بامتياز. تحدي اليوم شيفس هو الكوردون بلو. كوردون بلو طبق فرنسي اصيل وايضا لتاريخ قديم. نحن طالبين منكم كوردون بلو بلمسة مغاربية، لازم نذوقوا طعم المغرب العربي في طبق فرنسي أصيل، ولكن التقديم لازم يكون 5 star. يعني طبق كوردون بلو لمسة مغاربية 5 star. أعتقد فهمتوا المهمة. شيفس، الوقت المتاح للتحدي 45 دقيقة. شيف سمير، في التحدي اللي فات رجعت بقوة وربحت the best وعندك امتياز، والامتياز هتعرفوه بعد شوية. شيفس اتفضلوا على أماكنكم. شيف سمير، لأنك تميزت ورجعت بقوة وربحت معنا التحدي اللي فات، عندك امتياز، والامتياز انك هتبدا قبل زملائك ب10 دقائق. ان شاء الله هذا الوقت يكون في صالحك مش ضدك زي ما صار مع باقي زملائك. ركز شيفس، واصلين لمرحله مهمه جدا من ذا بيست شيف، ما فيش رحمه، اقل غلطه هتتحاسبوا عليها. شيف سمير، الكاونت داون عندك انت فقط هيبدا، هنعد لك الكاونت داون وباقي زملائك هيستنوا بعد 10 دقائق يبدو. شيف سمير، 3 2 1 جو. اليوم دخلنا في تحدي جديد، كوردون بلو، طبق فرنسي ذو أصل فرنسية. كل إنسان متعمق في المطبخ الانترناسيونال ما ثماش شيف ما مرش عليه الصحن هذايا أو المنيو. شيف سمير، لأنك تميزت ورجعت بقوة وربحت معنا التحدي اللي فات، عندك امتياز، والامتياز انك هتبدأ قبل زملائك ب10 دقائق. ان شاء الله هذا الوقت يكون في صالحك مش ضدك. هنعد لك الكاونت داون وباقي زملائك هيستنوا بعد 10 دقائق يبدو. شيف سمير، 3 2 1 جو. تحدي اليوم كان طبعا اول ما خشينا قلنا بسم الله. الشفاف طبعا اعطونا انه هو اليوم راح يكون كوردون بلو، لكن كوردون بلو مش اللي احنا المتوقعينه، مش اللي كل واحد خادمه مثلا من قبل. يعني كوردون بلو يكون كلاسيك ويكون بنكهه مغاربيه، معناه انت 2 في 1، لازم تركز على الاثنين، لو ما ركزتش هذا طول بيطلعك. دخلت للمطبخ وتلقيت خبر الكوردون بلو، بصراحة يعني من الطبق هذا طبق فرنسي وهو لازم يكون من أساسيات أي شيف، معناها باش تكون شيف لازم مريت بالطبق هذايا في الباركور متاعك. دونك القوة متاع الطبق هذا في كيفاش باش تقدمه، شنو هي الفكرة الجديدة، خاصة لما طلبت الشيف كاميليا أنه الطبق باش يكون بنكهة مغربية، معناها اللمسه باش تفرق في الحشوه من داخل مع الجبنه كيفاش باش تكون، طريقه الجارنيتور كيفاش باش تتقدم معاها، ما تكونش جارنيتور عاديه، لازم تكون فيها لمسه مغربيه. من البدايه كي دخلنا وقالوا لنا الحكام بلي الكوردون بلو هو طبق التحدي تاع اليوم، فرحت لاني مولفه نطيبه، يعني مش حاجه لي راح حاجة جديدة عليا. كنت في الوقت ذاك خممت أني أبدأ أغير الطريقة، طريقة الطهي تاع الكوردون بلو. شيف وي
شيف؟ نعم. وي. جاهزين؟ وي. جاهزين؟ جاهزين. أفو مارك. بري بارتي. بوم. شوية. يا شومي. أنا وحريك. لحظة 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 لحظة. نجي وحدة. طب نعطيك. ليها تراس. ليها تراس. بيع أعطيني تراس. دخلنا ما كناش متوقعين انه حيكون كوردون بلو، ومن بعد فاجئونا بنوعها طبق فرنسي كوردون بلو. بدينا نخدموا على كوردون بلو، دخلت الدجاج ما لقيناش، من بعد حليمه زميلتنا لقات الدجاج اعطتنا كلنا وزعتها علينا، وبدينا في الخدمه وكنجريهم. يا حليمة، يا حليمة، عايش نحول كين حليمة الرايق. تمام. شو عمل؟ شو عملت لنا اليوم؟ نعمل كوردون بلو بحشوة خاصة بينا إحنا اللي هي حطيت فيها خضار ودجاج وتبلتها كل توابل ليبية. متأكدة إنه هذه هي طريقة صحيحة على كوردون بلو؟ هي مش هذه الصحيحه، لكن الوقت مش حيسحبني خنديرها على التغيير، انه تنطحوا في حاجه ماهيش لترضي الحكام. لا شويه بس كمان بعدين بنغيرها لخاطر الوقت مش حيحكمني، والوحده اللي درت كاين طرق بزاف لكن مش طريقه صحيحه تاعو. حاضر اوكي تنغير. بون كوراج. يا ربي معك. لعند ما جو لجنه التحكيم عقبوا عليها باش انه نزبطها، لكن في البدايه ما سمعتهاش اصلا خاش لتحدي اليوم، وعندي متوترة من بداية الحلقة ومانيش في المود متاعي، وجاية بس باش ان انا نكمل، جاية بندير تحدي باش ان انا نكون في امان. متوترة وتعبانة ومخفمم وسترس، هلبا سترس ان هو شن بيكون التحدي، وسترس ان انا نفكر عندي اخوي اللي هو تعب شوية مرض. طبعا ربي يحفظهولنا، احنا ولد واحد وخمس بنات. فدرت اتصالاتي قبل لا نخش باش انني نساعد، لان كان لازم نخش للارجنت بسرعه، كان شاده يعني كان راح يصير لا قدر الله جلطه. فقعدت تليفونات بيني وبين بوي باش انني كيف نحصل له مستشفى ولا عيادة تقبل بأسرع وقت، لأن الدكتور قال لي الدقيقة اللي تمر مش في صالحك. هيا عسلامة. ماما ليلى. عايش نحوالك. ليلى شو هذا البازارة كديرة مهرجان، حاجة مش منظمة في مكانها. ايش لا ما تخليش يتراكم. هاي طبخت على الصح، نخدم نمسح ونحط دكوتي. صح. ليلى خبرينا عن طبق اليوم. اليوم كوردون بلو هو طبق فرنسي، حنقدمه ان شاء الله بطريقه مغربيه. باغكون تقولي لي هذه هي طريقه صحيحه تاع الكوردون بلو تاعك؟ اه هذه هي طريقه صحيحه تاع الكوردون بلو. لا بس انا حبيت نقدمه بطريقه مغربيه. نفس الشيء الحليمه، انكم طحتوا في نفس الخطا، مش هذا هو الكوردون بلو بور مو. ربي معك. ربي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نورتوا البيت. ميرسي. احمد، يا احمد. كوردون بلو اليوم كروان ذا بيست شيف. كروان ذا بيست شيف. وراجع بقوه. ان شاء الله ان شاء الله. خبرنا احمد. الكوردون بلو قاعد يطيب شويه باش بعد كي نعملوا باني ما يجيني طيب وجو به وجيتيز وكل شيء. اوكي. وباش تكون معاه الغارنيتور بومي كرازي بالزيتون ومعها الغارنيتور لو دو. اوكي. ومعه كولي دو بوابرون ان شاء الله. اوكي مش شايف انك متاخر شويه في الخطوات. تقدر تربي سبق. فكنت اسكو هذه الطريقه صحيحه تاعك، نفس الملاحظه اللي درتها لزملائك، مش طريقه صحيحه تاع الكوردون بلو، يعني غير كالكو بار. ثبتوا سمعكم طول درتوا لي ان بودان، ما جي با دوموندي ان بودان، انا دوموندي ان كوردون بلو. عادي كمل اخدم الوقت راه مش صالحك. يلا بون كوراج. كمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف احوالكم؟ لاباس. لاباس. كيف احوالكم؟ لاباس. مايسترو سمير. كيف حالك؟ كوردون بلو على الطريقه المغاربيه. اوكي. نقدر نشوفوا الكوردون بلو تاعك من راه؟ تفضل شيف. اوكي. كوردون بلو حسيت لكم فيه
نكهه مغاربيه. عملت سطوش. عملت سطوش، حليت اللوطه، حطيت تشيدر تشيز. سي لو سول بيرسون سي سا لا بون فاصون دو فير. مستنى فيكم مفاجاه مغاربيه. سي سا كو جو فو سي سا لي كوردون بلو. بون كوراج سي مير. باغ كونت نقي لي الطاوله تاعك شويه باسكو راهي شويه هابط البازار. ما تنساش الزيت. لا لا تصويت تصويت شيف. نفس الشيء مهدي، ده نفس الغلطه. لكن نوضح لك بس نقطة. مهدي وين تتجول في الماركات والنار على الماكلة؟ ما تخافش تحرق، ما تخافش تنشف لك، ما تخافش لا. تمشي الباسة واحدة أخرى على سقيزانك يا مهدي. لا أكيد. البلون ترافاي تاعك شوية أن بو بازار. بازار. شاف مهدي خبرنا اليوم طبق كوردون بلو إن شاء الله. أوكي. بطريقة عصرية إن شاء الله. أوكي، وأنت اعتمدت الرول؟ أوكي. لما أنت شايف هذه الطريقة الصح للكوردون بلو؟ لا هي مش طريقة، لكن في عدة طرق يعني، فأنا حبيت نخدم الرول أحسن. خطأ. حبيت تخدم واحدة من الطرق. إيه. أوكي. خطأ. ما دومونديناش أن بودان، درتوا لي أن بودان، أن بودان غولي، كوردون بلو. كوردون بلو. صحوا السمع تاعكم. إيه كوردون بلو. خطأ. عملتوا نفس الطريقة الكل. ونا با دوموندي أن بودان. آه يعني. كوردون بلو. إكزاكتومون. لكن كمل راح الحال. بون كوراج بون كوراج، بالك تكون حاجه واحده اخرى حتغير لك ال جود لاك شيف. اي ربي معك. بون كوراج ربي معك. ميسي مش مشكل. اي معك شو. اوكي شيف بس شيف. مازلت ربع ساعه. يلا شيف. مازال ربع ساعه. اوكي شيف. هيا يلا شوف دريساج. هيا نخمو نخمو في الدريساج. هيا نبداو نخمو. يلا شيف. اون فو اون بيل بريزونطاسيون سيل فو بلي. يلا شيف العد التنازلي. يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ستوب. ستوب. شيف يعطيكم ألف صحة، جري تعب ومجهود لكن كملتوا على الوقت، يعطيكم ألف صحة. البداية حتكون مع شيف مهدي. يعطيك الصحة شيف مهدي. سلم يديك. شكلك تعبان هلبة، واضح عليك الإرهاق. شيف مهدي احكي لنا عن طبق الكوردون بلو اللي قدمته اليوم. عملت كوردون بلو بجبن الصبانخ مع خضر بطاطا والسمناري. اوكي. فيجوال الصوص. ايه فيجوال حبيت تمام. شفتك انك غيرت تكنيك الكوردون بلو. ايه حقاش قبيله درت عليه لجنه التحكيم. ايه انه خصهم يكونش رول. صحيح مظبوط. ف جود فور يو انك انت لحقت في الوقت، انك انت قدمت التكنيك الصح المطلوب منك. طبق ريفي. انا حاليا لما شفته جاني ايحاء الريف كفيجوال من 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 كشكل. درت اضافه شويه، اضافه مغربيه حاجه بسيطه هي العوينه الجافه وبالاضافه بالعسل. حبيت. نايس. سلم ايديك شيف كاميليا. بالنسبه لك انت هذا طبق خمس نجوم؟ تقدم تقدم خمس نجوم. لا. اوكي وجهه نظرك احترمها، لكن الاضافه المغاربيه اللي حطيتها العوينه جاكسبت سي اوكي بور موا. اوكي لكن فيزيوالمون ناقصه. سي با سا كو جو فو شوي ديزولي. حتى الطريقه اللي تعمدت عليها في تحضير الكوردون بلو سي با سا. حاولت انك ترقع بعد ما انه الكوردون بلو طاب في البا ماري. اوكي بريزونطاسيون سي با سا ديزولي. وجهه نظر حلوه. شيف حلمي كيف كيف بريزونطاسيون ماشي. هذا ما يتحطش، حطوا كان حاجه الماك اللي تتاكل. ما حطوش حاجه ما تتاكلش. كنت نجم على الاقل بوشيها ولا حاجه فهمتني في الواحد. اللمس المغربيه موجوده مي خساره. اون كومبري برشا. اوكي اون كومبري برشا. تفضل شيف. شوفي من داخل
فيه الفرماج موجود. حل باش الكاميرا تشوف فرماج. مازال ناقص شويه طياب البولي كمان. الى طابت هناك يجي جاف. لا راه تشوف كان الكاميرا تقدم لنا غير شوي هناخذ لك باش تشوف انه ناقص طياب شوي. ديزولي ميسي دي بتي ديتاي. والحاجه الحمل ما يكونش طايب راح يكون فيه بكتيريا بزاف، وحنا هو المستهلك الاول. كان ناقص له شويه طياب. اوكي لكن الطعم روعه خفيف على الاخر. بمال سافا تري بيان. سلام عليك شيف مهدي. ثانك يو سو ماتش. شكرا. صحه شيف حليمه تفضلي. ثانك يو سو ماتش شيف حليمه. شيف حليمه الف سلام عليك. سلام. حصلتي لسعه قويه شويه اثناء الخدمه. كيف؟ ايه راس ويد. خبطتي راسك وحركتي ايديك، والمره اللي فاتت ايضا جرحتي صبعك. واضح ان ذا بيست شيف يعني واخذ معك سكه طويله. حليمه احكي لنا عن طبق الكوردون بلو اللي قدمتيه اليوم. قدمت الكوردون بلو مع خضر سوتيه والارز. اوكي. الحشوه درتها اللي هي حشوه ليبيه شويه اللي هي الحشوه المعتاده اللي احنا نستعملوا فيها في حشوات الدجاج، حشوات الطاجين. استعملت فيها خضار مع الدجاج، واستعملت الحبق، استعملت المعدنوس، شويه استغفر الله العظيم. واضح عليك التعب والارهاق شيف حليمه. التوابل كلها هي كانت والبهارات الليبيه. ممكن صارت لي خطأ تكنيك بسيط ان انا بنحط حطيت الزيت يسخن وبعد بنلفها بنحطها في الثلاجة على اساس ان هي الكوردر بلو يستريح شوي عشان نعملها في الدقيق والباقي الخلطة اللي لازم نعملها. رميتها في المي. اوكي. وجدت شيف كاملة علقت علي لما قمتها المهم وخليتها شويه تستريح باش انا بنكملها نحطها في الفريز تبردها شويه باش نعملها التغليفه. لقيت الوقت انه هو زرب علي ما لحقتش ان نحطها، غلفتها وعملتها وقليتها في الزيت تمام. عملت الصوص اللي هو بنعمل صوص بالصوص مشروم، بس ما حصلتش تبدلت عادي بالصوص الكريم وضفت عليه شويه الليمون والاكليل والزعتر. على العموم شيف حليمه وجهه نظرك في الطبق وصلت، واضح عليك الارهاق والتعب. تمام نبدو ان احنا نعطي الشكل. طبعا الكوردون بلو بهذا الشكل. انحرقت يدي لما اخذت الطاجين بنحوله، حبيت نحطه شويه في الكوشه عشان خاطر يعطي شويه القرمش لان فيها بعد ما درتها في الزيت ما حبيتهاش يقلي هلبة. اوكي. حطيت باش يعطيني هذيك القرمشه دونك لما طلعتها مسيتها بايدي لسعتني بسبب الاستعجال. حولتها التغليفه كلها تفكت على الدجاج. الحمد لله ان شاء الله التست يكون مرضي احسن من الشكل. شوفي بالنسبه للشكل اوكي نوت واو للامانه. ما قدرتش يعني نعمل برزنتيشن على خاطر نهائي للامانه. كان عندك فكره ممكن صار لك الخطا اللي صار معك او عملت اللي صار معك قدر الله ما شاء الله. نعمل فوم لكن الفيجوال الفيجوال ما كانش هذاك الشيء بالنسبه لي انا. تمام الفكره وصلت، حبيت لو كملتي في الفكره كنت ماشيه صح بنكملها، بس حرقت ايدي ما ساعدتنيش. كنت محضره مش كنت راح نحط الكوردون بلو راح نقصها ونعمل كروس. وكنت محضره صوص فوم باتر فلاي تمام اللي هو البنجر. كنت حابه نعمله هكا صحبه ومتاع والرز. لما انحرقت الايدي خلاص وقفتي كل شيء. لا ما قدرتش نحطها، بليتها وكل شيء اوكي تمام. ممكن حطيت منها شويه بعد هيك خلاص ما عادش الايدين انهم محروق. اوكي معلش قدر الله ما شاء فعل. هذه ثاني مره ايديك تكون عائق بين انك تقدمي طبق يبهرنا. هذه مش اول مره، هذه ثاني مره. واضح ان الحوادث هذه
كاتره معك شويه حليمه، زي ما قلت لك ذا بيست شيف واخذ منك هلبه ضريبه. شيف كاميليا فيجوال. بالنسبه لك انت تروحي مطعم خمس نجوم يحطوا لك اللحم زياده في الطبق تاعك، كيف راح تكون رده الفعل تاعك؟ طبق انت دافع عليه فلوس تاكلي شوي وتخلي شوي داخله في التبذير. صح مش صح؟ صح. طريقه تحضير الكوردون بلو تاعك كانت خطا. كنت قادره احنا طلبنا منكم حاجه خفيفه سامبل اي واو. لو واو يا با، لو سامبل يا با، حاجه خفيفه ما كانش. عقدتي الامور عليك انت. الحشوه اللي عملتيها مش حشوه، الكوردون بلو راه بالفرماج لداخل. اي حطيت فرماج لكن نسيت نقولها. اي حطيت فرماج قلت هو الكوردون بلو تحطي. لا حطيت فتحتها هي ونضربتها في لا كوكي مقرمش مقرمش. هذه الميزه هي في الاساس خاطئ. هي في الاساس انا اللي غلطت، انا بدل ما نحطها في الواحد حطيتها اونه في الميه، كنت اني بنحطها في الثلاجه شويه عشان تبرد لي باش ما تفرطليش من داخل الجبنه والصوص. حطيت جبنه برمجان من داخل، جبنه رسيدة. انت دفعتي انت دفعتي ثمن الموضوع الكوشه على خاطر قرمشه الدجاج؟ لا لاني غلطت في الواحده مع اي شاف حلمي. مش باش نزيد برشا على اللي قالوه الكل كي، لكن اللون نتاع الواحده غامق شويه. اللون نتاع كروستيان غامق شويه، جاتك بزيت الواحد. مش باش نزيد برشا، هذاك هو. نزيدو نشوفو نذوقو نذوقو ونشوفو نشوفو شنو ان شاء الله تستعمل. قرمشه موجوده، هذه ميزه. شو 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 شو. الرز ايه الرز عجن. مالو الرز تاعك حليمه؟ لا مش بس ممكن الوقت بس. ما حطيتيش ملح؟ لا حطيت ملح، ما كانش ملح. ذوقيهم بعدا. لا الرز والخضر ايه لا حطيت فيهم ملح. باغ كونت لاموس تاع البيت خافالي بيان. الدجاج طايب في حقه، فاوح بنين. الفارس نقص، الفارس نقص، نقص الجبن ونقص. لا حطيت الفرماج اللي لقيتها. الفرماج من شنو الفرماج اللي حطيته؟ في الفريز ما لقيتش. شدر؟ حطيت الشدر وحطيت شويه لقيت موزاريلا وحطيت خلطت شويه كريم فريز. كنت راح تكوني ذكيه احسن انك لما نقصتي كميه الدجاج وعملتي الفخس تكون، لان هذه زيدتي على كميه الصحن. برشا دجاج برشا. يعطيك صحة حليمة. بور دو بيرسون. يعطيك صحة شيف حليمة. ثانك يو سو ماتش والف سلام عليك. تفضلي شيف حليمة. ثانك يو سو ماتش. يعطيك صحة. شيف ليلى تفضلي. ثانك يو. ماما ليلى مرحبا. علاش عيطتي ماما ليلى؟ ام الكل. قبل ليلى ام الكل قدروني وحطتهم كامل زي ولادي. اكيد ربي يحفظك شيف ليلى. شيف ليلى احكي لنا عن طبق الكوردون بلو باختصار. الكوردون بلو قدمته بطريقه عصريه ولكن بحشو مغاربي. الحشو اعتمدت على المكسرات والمكسرات والسبانخ. اوكي. والتقديم حطيت معها صوص المخيتو بالليمون والنعناع. أوكي. يعني نعناع خاطرش نحن في الوسط المغاربي نعتمدوا على النعناع في كل في الاطباق وفي أي. وموجود الجبنه الحشوه موجوده. الجبنه موجوده الجبنه اكيد. اوكي. بالنسبه للفيجوال انا عجبني الفيجوال صراحه، حبيت حسيت ان كميه يعني البروتين تواسي نفس الفيجيتابلز اللي انت حطيتيها مع الصوص. الصوص احترمت انك خليتيه بروحها باش انا ككلاينت نستعمل اللي انا نبيه على الكميه البروتين اللي عندي. حبيت تمام. درتي الكوردون بلو رول. ايه اوكي. هذه كانت غلطه. اوكي لان الكوردون بلو معروف انه يتطبق. اوكي. انت حبيتي تاخذي تيك مختلف على الكوردون بلو، مش هذا احنا كنا طالبينه، لكن فيجولي اللي قدامي حاليا مرضي جدا. شايف كاميليا؟ بالنسبه لي سافا، لانه في نقائص. انكم ما درتوش طريقه صحيحه تاع لو كوردون بلو كون فولي اللي رانا حابينها. بالنسبه هنا صراحه نشوف الطبق قليتيه بزاف حتى الزيت انه تاعك تحرق. لا كولور ترو لو كوردون بلو يكون دوري ذهبي
حتى انه يعطيك نفس تاكله. انا هنا بالنسبه بعضهم هنا بالنسبه ليا راكي درتي لي ان غولي ان بودا كوبي بريزونطاسيون تاع لي ليغوم بارفيت جام بيان عجبتني مي لا كونتيتي كاين بزاف الكميه كبيره تاع اللحم كنتي قادره تحطي غير نص راح يكون بلو كلاس. شاف حلمي الجاردينير دو ليغوم عملتها حلوه برشا مزيانه كفكره كفكره تاع جاردينير دو ليغوم الى حد الان اكسيلونت باهي الكونتيتي زاد كيف كيف اكسبتابل اكسبتابل افيك ان بو دو مقارنه بعض اي فوالا اكسبتابل. كيما قلت لك الوحده غامقه شوي صح الزيت راهي غامقه شخص غامقه نورمالمون تبدا تذوب حط انا على الكوردون بلو دوكا نروح على الهواء دوكا الليمون والنعناع ليش؟ ترو دو سيترون بزاف ليمون ليش كثرتي؟ ليلى انا بالنسبه لي ناكل في ليمونه مش صوص ما فيهاش طعم النعناع ما فيهاش طعم وتتكل حاميه بارده صوص نوعا ما تكون بارد هذه صوص بارد حاميه اي اعتمدت على الليمون لان لما قليت الكوردون بلو يعني يمشي معاه الحاجه الحامضه لذيك عملت كسرت شوي ليمون خذها الروعه حرام عليك ليلى البطاطا ناقصها شويه كويسون مش طيبه تماما نوعيك البطاطا نوعيك البطاطا خضراء اللي صبتها مش سبب مش سبب انت اللي هزيتي الخضره تاعك واخترتي الباني تاعك وحدك انت اللي ديتي قفتك وتقضيتي في الماركت كميه الفرماج في الكوردون بلو كيف كيف نفس قليله قليله جدا كوردون بلو يتعمد على الفرماج حطيت له 3 انواع فرماج ايمونتال وفرماج شيدار وفرماج ما احترمتوش كميه اللحم اللي تقدموه للزبون كميه اللحم كانت اكثر بكثير بارك الله فيك شيف ليلى ثانك يو سو ماتش شيف احمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام شيف احمد انت راجع من اقصاء ايوه واعتقد انك انت راجع بقوه ان شاء الله ولكن الفيجوال بالنسبه لي انا نشوف في انا قدامي عجقه تو ماتش مش مفهوم السبب هذه كديكور ديكور لا تؤكل ديكور ما لهاش اي وضع على الطبق بالنسبه لي انا كشيف عبد الخدوس ما لهاش اي داعي اوكي اوكي الكوردون بلو نفسه الكوانتيتي حلو يعني هذه الكميه اللي المفروض تكون موجوده الصوص تمام الجزئيه هذه كانت ممكن تخدم عليها اكثر الالوان تمام اي لاف حبيت لكن تو ماتش والصوص اللي هنا ما فهمتهاش يعني ما فهم ايه فكره الصوص يعني الصوص كان ممكن يكون محطوط طريقة اخرى اوكي بس اوكي شيف كاميليا انت شيف وعندك لو سيرفور يجيك المطبخ باش يهز الطبق الحاجه الاولى اللي راح يديرها واش يعمل يهز صوص على الحواف طبسي راح يتلبز يوصل للزبون ملبز فيه دي مارك وهذا مرفوض بالنسبه لي انا اشارك شيف عبد القدوس في لا بريزونطاسيون تاع لورانج سي با سا سي با سا بلاص عندك حاجه واحده اخرى حطيت بطاطا بلس بطاطا مهروسه زوج لا هذه وشنو اناناس ا باردون ديزولي لو كوردون بلو تاعك لا كولور الي بارفيت جيم بيان لا كولور لا كويسون فانتاستيك حتى الكوانتيتي لا كوانتيتي الي بيان ريسبكتي نشرح لكم الكوردون بلو السريع الكوردون بلو انت دائما بتقول لي احمد كيروان وانا اليوم خديتك للكيروان عملته بالتستيره والجبنه تستيره القيروان المعروفه والباني عملته بالبرغل والبيستاش باش يعطيني اكثر كريستيونت والبرغل اللي نعرفوه يمشي برشا في المغاربي طبعا. بالنسبه للبوري بوم اكرازي سامحني بوم اكرازي بالزيتون والليجوم خضار سوتي بال اوكي ثانك يو ثانك يو شيف احمد شيف حلمي التكنيك
نتاع نتاع الكروستيون سافا سي بون برشا ليغو يس برشا ليغو كيف كيف هذه زاد ما عندها حتى ما عندها حتى معنى ما عندها ما عرفش محلها من العرب شنو فهمتني سينو كهو سينو هذا هو تفضلوا شيخ نعرفش نشوف الجو ايه اوكي قرمشه موجوده صوص بمال صوص عملتها على السريع اللي فيها صوص اكزوتيك نوعا ما بالاناناس والفليفل خاصك شويه ملح في لابوري ام بيتي بو بالزيتون بالزيتون قريت لا بالزيتون قريت حسب بالزيتون ملح شويه Par contre, cordon bleu, il est sec à l'intérieur. Il n'y a pas assez de fromage. Ma fiche, bizarre fromage. Quand t'as d'autres tours, elle colle. Cordon bleu à la base. Il faut très le tarif à ce qu'il y a. Mais très honnête, la recette. Très le fromage. On m'a dit d'où on a fait حتى حشوة. On a le même le cordon bleu. Mais il y a fait مطعم انا جينا كل cordon bleu. Le fromage il sèche. C'est ça le cordon bleu. La base, t'as le cordon bleu, c'est le fromage qui est fondu. هذا il est pas fondu pour moi. Vraiment. بالنسبة للطعم حل. حبيت الاناناس الاسيديتي مع الخضره مع الجاز حبيت الفكره جينيوس الصوص بيرفكت بالنسبه لي الكوردون بلو من برا مقرمش بيرفكت الحشو ناقصه جبنه اوفرول حلو يقطع كطبق ثانك يو سو ماتش احمد شكرا لك صحه شيف سمير تفضل عليكم السلام شيف سمير السلام عليكم كنت بست كان عندك 10 دقائق انطلاقه قبل زملائك احكي لي على الكوردون بلو اللي قدمته اليوم كوردون بلو عملت طبق كوردون بلو على الطريقه المغاربيه كما نعرفوا الكوردون بلو لازم يكون بازي على الفرماج حطيت تشيدر فرماج كل ما تحسن نوعية الفرماج تطلع الكوردون بلو أحلى في عود باش تحط موزاريلا تحط تشيدر تشيس حطيت تشيدر تشيس ومعها شوية جلجلان ومعها شوية برقوق محشي بالبرقوق باللمسة المغاربية وحطيت مع الملح والبهارات متاع الكوردون بلو حطيت شوية قرفة لمسة مغاربية وعملت الصوص متاعي صوص فرماجير اللي بجنبك من غادي كشاف عملت عليها شوية مكسرات من فوق وعملتها بالزنجبيل لأنه عدة زنجبيل والصوص اللي موجودة من غادي عملت لك صوص اسمها صوص سميري هذيك صوص باسمي أنا اسم الشيف سمير عندي صوص اسمها صوص سميري الباز متاعها لباربكيو صوص أناناس كيوي وقرفة حبيت فيجوال بريزنتيشن عجقة 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 too much way too much thank you مش مفهوم للأمانة نكذبش عليك في حاجة هنا وفي حاجة هنا وفي حاجة يعني لما تخطط لطبق شيف سمير ضروري إنك تقعمس تتخيل الطبق قبل ما تقدمه للزبون أوكي مش شرط إنك أنت ترضي الزبون بكمية أكل كتير على إنك تحط الشيء في مكانه فهمت علي؟ فيجوالي انا للامانه كشكل ما عجبنيش للامانه شاف كاميليا باغي ترو انكومبري لاسيت تاعك بزاف كنت المفروض انك تستعمل مرسو واحد بس هذا علاش درت لنا زوج واحده باش يكون الطبق تاعك متوازن وحتى انا نشوفه في لا بارتي كروستيونت لونها داكن مقليه زياده مقليه بزاف علاه ما احترمتوش كميه الكوردون بلو احترموا الكميه هذا انسان عنده معده لازم ياكل اكيليبري في اللحم كاين نظام في الخضروات كاين نظام في الصوص كاين نظام نهضر لك على اطباق تاع خمس نجوم انا بالنسبه لي هذا مش طبق خمس نجوم في نقائص بزاف شوي ديزولي فريمون شيف حلمي ما توندي با سا تاع بار سمير ذاتس ترو مزبوط طريقتك كانت صحيحه ديزولي شيفان طريقتك صحيحه سي لو سول بيرسون الوحيد انك عملت طريقه الكوردون بلو على حقها وطريقها لكن بريزونطاسيون على تو غاشي كلش سي با سا كو جو ديزولي شاف حلمي الكريسبي نتاعو اوفر برشا برشا الحق فهمتني
ديوت سو عم حبي يجتهد عم في ديوت سو ما فهمتش علاش فهمتني ان ديوت سو هذا كيف كيف الوحده بالاخضر مي بون بريزونطاسيون فيها وعليها ماهي شيء مش نتاع 5 ايتوال تفضلوا شيفس ميرسي قرمشه موجوده لكن بزياده ناقصه ناقصه قرمشه لازم تكون موجوده موجوده حطيت لي زول داخله بيضه لا فرماج فرماج تشيس دكور اوكي تفضلي هذه الصوص بتاعك لا صوص هي بارفيت جام بيان فريمون هي تري بون زنجبيل زنجبيل مع الجبنه خاصها حاجه بالنسبه لي انا حليت من الباطه وحطيت لي ناكل في الفرماج عادي ما في حتى حاجه زياده حاجة اللي غيرت لك اللون هو جوست لي بيستاش وفيه زبادي وفيه كريم فريش بالنسبه لي كاين طعم الزبادي ما كانش حاجه واحده اخرى ما فيش سيزونمون ما كاش ملح لا ما كاش ليمون يجيب لنا مالح مالح زنجبيل انا حطيت لمسه مغربيه شويه زنجبيل شوف ناخذ لك على الملح ميم تحط حاجه فيها زنجبيل ما فيهاش زنجبيل لازم الملح هو اللي يداوي يعدل هو اللي يعدل صحيح Thank you so much, Chef Samir. يعطيك صحة. Thank you, سلم إيديك. شكرا. تفضل. صحة ليكم. Thank you so much. Chefs, يعطيكم ألف صحة. حنطلب منكم المغادرة للتشاور. شكرا. تفضلوا. شيفس تفضلوا شيفس يعطيكم ألف صحة بالنسبة لنا كأعضاء لجنة حكم النسب كانت متقاربة جدا 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 كوردون بلو البعض منكم كان قريب نوعا ما من التم أغلبكم كان بعيد عنا تماماً عجقة أوفر الأطباق ما كانش فيه اللي ممكن يميز طبق واحد عن الثاني ولكن هذا حال اللعبة لازم يكون في رابح ولازم يكون في خاسر شيف كاميليا بالنسبة لي جو سوي شوكي سي با سا كو جو فو ماهيش هي الحاجة هذه اللي كنت نحوس عليها كنت نحوس على الفايف ستار فايف ستار والواو انا ما شفتوش فريمون انا بالنسبه ليا ولا واحد فيكم دار لي الطريقه الصحيحه تاع الكوردون بلو لو اني كنت عندي تحكم ونكون وحدي اقصاء الكل ذا بيست شيف افضل شيف حب الواو حب اللمعه حب الانبهار لكن للاسف راح يكونوا معنا اشخاص اللي راهم رايحين يكونوا تحت الضغط Malheureusement. Chef Ahmed, تفضل خطوة الأمام. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة مش يعطيك الصحة واو برافو. الخطأ اللي درته على بالك به. صوص في الطبسي، سيرفور يجهز يلحق الزبون. أنا نرفضه نعود نرجعه للمطبخ للأسف لكن حاجة واحدة لما متأثر فيك أكثر كنت في إقصاء وجاي من مرحلة إقصاء نرمى الموضي اللي حاجة ملقيتهاش للأسف حبيت نقول لك حاجة واحدة أخرى ثانية أنك اليوم أنت في أمان وذا بيست شيف أحمد حاجة بسيطة اللي خلاتك تكون مميز على زملائك اللي هي لو كروستيون لا دوغور كروستيون صحيح صحيح اللي صحيح. منعك صحيح لكن لا أكثر لا أقل على زملائك حاجة واحدة فقط شيف أحمد
المفروض تفرح بانك انت اليوم ذا بيست، لكن ما تفرحش هلبة. المهم سلكت. شيف احمد الف مبروك. شكرا شكرا شيف. من الاقل الى الاقوى. شكرا. بفارق شعره. شيف احمد ثانك يو سو ماتش. شعره فعلا. ثانك يو سو ماتش شيف احمد. شكرا. تفضل. تفضل. تفضلوا شيف. شافس النسب بينكم كانت متقاربة جدا، للأسف كانت متقاربة للأسوأ مش للأفضل، وهذا شيء محزن. تعودنا نشوف منكم أطباق أفضل من هيك. هذا حال اللعبة. One day you're in, the next day you're out. شاف حليمة، شاف سمير، خطوة إلى الأمام. شيف حلمي، للأسف تصورت اللي كوردون بلو معناتها مش تعملوا عليه كيف، مش تعملوا عليه كيف وتقدموه لنا هكا في صحن كبير وتعملوا جو، تعملوا جو فهمت ولا فيه، فهمتش علاش تفلسيف زايد، فهمتني نتفلسفوا نعملوا في حاجات، نعملوا في حاجات اللي ما طلبناهاش منكم، فهمتني ما فهمتش شايح من داخل، ما فهمش فرماش ساعات تلقاها والكروستيون فهمت ولا اسمر برشا، ماهوش محروق اسد يوسف محروق في الحريق فعلا. ما فهمتش شنو تحبوا توصلوا، مخكم فين؟ ما فهمتش والله اللي فهمت، برغم اللي هو تعطيه حقه تنجح فيش حتى شيء، ما يسحقش تفلسيف. ما فهمتش كان من ياني كلكم تعاودوا، كان من ياني كان الحكمه بيدياني كلكم تعاودوا بصراحه، خاطر ما فما حد شيء، فما حد شيء يعجب. للأسف. ماهوش هذاك كوردون بلو. ماهوش هذاك كوردون بلو. ونشوفوه بالصحن، كنت تحبوا نعاودوا نشوفوه بالصحن. ماهوش هذاك كوردون بلو. الأسوأ في السيئين. هما شيف سمير. للأسف شيف سمير أنت هتنتقل إلى مرحلة الإقصاء، هذه تاني مرة ليك، تنزل طيح نوض the best الأسوأ يعني مش ثابت شيف سمير، تقعد الفرصة قائمة نقعد نشد صحيح، لكن توصلنا إلى مرحلة غلطة سيء غلطة بورد مش نخرج صحيح. شيف حليمة غلطة معتش. شيف حليمة ألف مبروك، انت في امان. شيف سمير للاسف انت هتنتقل الى الاقصاء. شيف سمير، شيف حليمة صح امان صار معك حادث، لكن للاسف المستوى مش مطلوب. شيف حليمة قاعده مازال على الخط الاحمر، مازال مش قادره تتخطيه، مش مفهوم السبب، لكن الطعم كان كاين، لوجو مذاق كان في مكانه، لهذا السبب انت اليوم في امان. شيف حليمة، شيف سمير ثانك يو سو ماتش، تفضلوا. شكرا، يعطيكم الصحه. شاف مهدي، شاف ليلى، الفرق بينكم كان بسيط جدا جدا قد لا يذكر، واحد منكم في امان والثاني للاسف حينتقل الى مرحله الاقصاء. الشاف اللي في امان هو او هي هيكمل معنا تحدي اللي بعده، هو أو هي الشيف ليلى. ماما ليلى ألف مبروك. شكرا. انت قاعدة تعدي من مرحلة إلى مرحلة، مازال ما تحطيش في الخطر، بينك وبين الخطر شعرة. شيف ليلى ألف مبروك. شكرا. تقدر تفضلي. شكرا شيف. شكرا. شيف مهدي، الطبق اللي قدمته اليوم كان مقبول، زي ما وضحت النسب كانت متقاربة جدا، فرق ربع نقطة نصف نقطة، للأسف الكل كان في الأسوأ اليوم. للأسف شيف مهدي أنت لأول مرة هتنتقل لمرحلة الإقصاء. Thank you so much. يعطيك صحة.